خلينا نروح بقى للمعدل العام للفريق بالكامل يا كريم. نعم، لو ممكن نروح للمعدل العام مرة أخرى ونخلص من التشكيل، لو ممكن يعني الصورة سيدنا أحمد بالمعدل، لو ممكن نجيبها بقى على التاتش لغاية لما تجيلنا المعدل العام. يعني أعتقد إن أهو جالنا خلاص، يبقى معانا حالا أو حقيقي المشوار بالميراث الاول في البطوله. معدل الاستحواذ للفريق، وده رقم مهم جدا بيعرفنا ان الفرقه ما بتلعبش على الاستحواذ بشكل كبير جدا، بنتكلم 51% وبالتالي ده مش رقم، ما خلناش نقول ان ابل فريرا في كل مبارياته بيلعب على الاستحواذ او بينزل ياخد البوزيشن بتاع الماتش، والدليل على كده ان هو في بعض الاحيان بيلعب ب 3-4-2-1 اللي هي في الدفاع احنا عارفين بتتقلب ليه 5-4-1، يعني بيلعب بخمس مدافعين ورا، وبالتالي ده أسلوب استحالة يتماشى مع مدير فني بيسعى للاستحواذ في المباريات. معدل التمرير 496، وأهداف هجوم الفريق كويس جدا 2.5 2.5، رقم كبير طبعا لفريق، وطبعا حلو جدا جدا معدل الأهداف اللي بتخش مرمانهم، بنتكلم أقل من هدف في المباراة، يعني نص هدف، يعني أنت ما تضمنش إنك تقدر تجيب هدف، رغم طبعا عندهم بعض المشاكل، ولكن طبعا تاني هنشرحها لما يكون معانا الصور. معدل التصويب على المرمى 13، وده برضو بيورينا إن الفرقة لحد ما بتصوبش كتير، بتلعب على الأرض أكتر ما بتفكر على التسديد على المرمى. اشتباك النظيفه كلين شيت 8 مباريات، طبعا معدل كبير جدا. معدل عرضيات 10، برضو معدل ضعيف لفريق تاني بيلعب كوره على الارض. طبعا الكره البرازيليه دايما مشهوره ان هي بتلعب كوره باسنج جيم اكتر ما احنا بنلعب كروسات. والرقم الاخير اللي معايا، معدل المراوغات الصحيحه 24 مراوغه صحيحه في المباراه الواحده، ده معدل رائع جدا لفريق برازيلي، اكيد في بلاي ميكرز كتير وبيقدروا يراوغوا المنافسين بشكل جيد. طيب